نروح لأستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. أستاذ مصطفى، مساء الخير على حضرتك. ويمكن يعني التكاتف الشعبي مع القيادة السياسية وصوت الواحد داخل كل محافظات الجمهورية وتوحيد الصف النهاردة يمكن عناوين كثيرة لتظاهرات اليوم، تأييدا لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ هدير وعلى كل الساده المشاهدين برنامج حضرتك. اعتقد ان النهارده ممكن نحط عنوان لي تحت يعني تحيا مصر التي تتذكر في عز يعني ازماتها وعز ما نعانيه الفتره اللي فاتت ديت الشعب الفلسطيني، ونخرج في مسيرات بالالاف لننجد بما يحدث داخل قطاع غزه من عدوان ممنهج لتصفيه القطاع والقضاء على السكان الاصليين. في يعني وسط حالة من الصمت الغريب والفاضح للمجتمع الدولي، وأعتقد أن يعني ما تمارسه وسائل الإعلام العالمية وبعض الدول الكبرى هو فضيحة لن يغفرها لهم التاريخ. دور الإعلام العربي يا أستاذ مصطفى من وجهة نظرك في إيصال وجهة نظر هذه الشعوب العربية اللي خرجت زي ما شفنا بالألاف في الشوارع العربية رفضا لقمع الاحتلال الإسرائيلي ولظلمه الغاشم على أهالينا في فلسطين، دور الإعلام العربي في إيصال صوت الناس دي؟ لأنه زي ما شفنا في تخاذل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، ويعني كمان الإعلام الغربي تزييف للحقائق، لأنه ردود أفعال الشعوب تختلف عن ردود أفعال القادة الأوروبيين والأمريكيين أيضا. خليني أقول لك أستاذ هدير أنني لم أرى يعني مساندة لما يحدث داخل قطاع غزة بمهنية وشفافية إلا من الإعلام المصري والصحافة المصرية، وأنا بشكرهم من خلالك على ما قاموا به من فتح السكوت الكبير اللي مارسه البعض أو حاول يمارسه البعض ليعني تورية أو يعني تورية أو إن هم يخفوا ما تقوم به دولة إسرائيل داخل قطاع غزة. الإعلام المصري كان من اللحظة الأولى لم يتردد، ولو إحنا قارناه بما يعني صار عليه باقي الإعلام من حولنا وبتكلم في المنطقة تحديدا، كان الإعلام المصري من اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة هو إعلام واضح وصريح في موقفه، يقف جانب إلى الجانب الدولة الفلسطينية، يطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية من خلال الدولتين. فضح الممارسات الطاغية، وأنا هنا يعني أقصد بكل ما تحمله الكلمة من كلمة طاغية. احنا شفنا قتل الاطفال ابرياء، قتل المسنين، منع دخول المياه، منع دخول الغذاء، حتى هذه اللحظه التي اتحدث فيها معك منع دخول الادويه، حصار شيء واحد فقط هو اباده شعب غزه. انا لا يعني اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد بس، ان اسرائيل تصر على التصعيد وعلى اباده شعب قطاع غزه بالكامل. صحيح، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن.